نخدم نهار السبت نهار لحد جاني الامن قال لي راه ثم شكون شكا بيك. مشيت معاه قدمت روحي قلت له شنو نحكي. قال لي راه تهمينك اغتصاب فتاه قاصر دون 13. انا راني مظلوم وبثلاثة صغار لا عملت يدي لا ساقي. الظلم في بلادي. كلمت على ولدي الاخ روحي مورط بقضيه كيما ذي. وزوجتي تقعد تخدم عندي وصغاري يقراو عندي. ما تجيش. عمري ما ريتها وما عمري ما قبلتها وما عمري ما شفتها في حياتي. جابوها لي بالذمه للمدرسه ورسموها في المدرسه بعد شكايه متاع ولدي بقل من عام. خذوا لي حقي من الناس هذيا. مانيش انا المجرم، هما المجرم اللي عملوا لي المكيده. انا بحكي ما تبحثوا في البراءه كيما تبحثوا في حق الطفله المغرور بها. هذه طفله مغرور بها، طفله قاصر كيما ولدي كيما بنتي. هذه زياده من حقكم باش تبحثوا في براءتي انا، اللي انا ما عملتش ليدي لساقي. الطفله هذه مقرينه. بالحق انسان ميت حي، مظلوم في بلادي والقانون ما خذليش حق. نحكي بحرقه، انسان مظلوم. ومجني أنا نقول مظلوم، وراقي وإثباتاتي وشهودي والناس والأدلة والبراهين والشهايد الطبية والمكان والزمان والتاريخ. ناس تمسولي حقيقتي، مؤسس مدير عنده يد في الحكاية، لعب لي على كاميرا سيرفونس اللي هي تثبت لي براءة. هذه قضيتي أنا قبل ما تكون قضيتها. قضيتي أنا، قضيت شرفي وعرضي وحقي وحق أولادي قبل ما تكون قضيتها. معناها تصور أنت باش توصل فما مرات تسكت. بالعكس أنا كان جيت عندي ربع شك في موضوع كيف من هذا، أنا نجري على حق الطفلة، أنا اللي نحطمه، أنا اللي نبعث ورا الشمس. مش نوصل أنا نبيع ذهبي، نبيع داري، نبيع الموبل متاعي، بيت نومي، صالتي، دنيتي الكل بعدها. أنا فروشات أولادي بعدها. شنو تتصور أنت في بالك؟ حوايجي فوق ظهري بعدها. علي هو باش نظهر له حق ومانيش باش نسلم وباش نقعد نجري. وكل نقطة نجم نوصل لها اللي باش نجم نظهر له فيها حقه باش نوصل نعملها. باش نحكيو على تهمة كيدية. طبعا حسب رواية اللي جي بحذينا من ولاية منوبة قال راني تعرضت لمظلمة خسرت فيها خدمتي. هات نسمعوا من الأول بالكل شنو صار، كيفاش صارت تفاصيل الحكاية، وين وصلت توا في القضاء، وعلاش جي بحذينا في الأصل. نبداو من الأول. ساعة مرحبا بيك، وقل لي علاش جيت لبحذينا. سلام عسلامة. أنا جيت هنا اليوم باش ندافع على روحي وعلى حقي وحق صغاري من تهمة كيدية ما عملتهاش ليدي لساقي. مع بعد اذنك سمحني انا حبيت نقول حاجه. انا نحب نوري وجهي مش ما نحبش، اما على خاطر صغاري وعلى ماك تعرف صغير يتاثر من المجتمع باش ما يتاثروا. هو ديجا صغاري متاثرين من المكيده هذه. بعدت من المنطقه اللي كنت اسكن فيها ومشيت لمنطقه اخرى. ما نحبش نوري وجهي على خاطر صغيرتي لا اكثر لا اقل. تعمل مزيد دونك لهنا تحب وجهك يتغطى، ماكش خايف من العباد؟ مانيش خايف. بل خايف على صغارك؟ انا خايف على صغاري وعلى كيما نقولوا فيها نفسيه صغاري. وهما ديجا متعرضين من التنمر للحكايه هذه، واللي انا ما عملتهاش وما فماش من هي تهمه كيدي. اطوار الحادثه من الاول للاخر شنو صار؟ اطوار الحادثه نخدم على روحي نهار من النهارات. انا عامل بمدرسه ابتدائيه. وزوجتي تخدم معايا زادة في نفس المدرسة، وصغاري زوز التوأم يقراو عندي في نفس المدرسة. تقدمنا بشكاية بمعلمة تقري معانا. تسلط في العنف نتاعها اللفظي والجسدي على الصغار. كي شافتني أنا ندافع على صغار ولاد حومتي وكل شيء هذي بالإثباتات، يعني كل شيء كل كلمة نقولها بالإثباتات. طبعا هنا انت تتهم في معلمه وحق الرد نتاعها مكفول، تنجم تتصل بنا في كل وقت مرحبا بها. اما قل لي انت راك تتحمل مسؤوليه تصريحاتك هذيا، معناها كانت تقول لنا كلمه غالطه ولا تغالط الراي العام، ماك تعرف القانون فوق الجميع. طبعا نتحمل مسؤوليتي في كل كلمه قلتها. وانا راني كل حاجه باش نقولها راي فيها ما يثبت.
قمنا بشكاية بالعنف ضد الطفل على ولدي، مش باسمي أنا، شكاية باسم جوزتي. شكيت بها عنفت ولدي، ما تخليهوش يخرج البيت الراحة، وتقوله في كلام يعني ضر بنفسيته. قامت زوجتي بالتشكي. دونك لهنا ماكش انت صاحب القضيه من الاول، هي زوجتك اللي هي بحضينا. باهي مالها، تونا نرجعوا لك، تونا نرجعوا لك مدام. عسلامه. عسلامه. علاش شكيت بالمعلم انت؟ شكيت بون، انا المره الاولى من ساعه حكيت معاها كلامك هاو، معناها بحكم هي زميله والكل، حكيت معاها بعد ما فقت بولدي اللي تعب نفسانيا والكل ومتعرض معناها للعنف، وانا ما في باليش. بون حكيت معها والكل، هي قالت لي برا امشي اشكي هكا قدامك الحاكم. برا ايش العنف الساعه؟ عنف جسدي وعنف لفظي. شنو تقول له؟ فما برشا كلام خايب ابار حتى الضرب. انا ولدي ازماتيك وعنده بروبليم في كلاويه والكل، معناه لازم يخرج البيت الراحه وكذا، وفي بالهم وجايبه رابار وكل شيء يعني في بالهم بيه. ما تخليهوش يخرج للتواليت لين هو يعملها على روحه، وفي الشتاء تتسكر عليه نفس، وبرشا حكايات اخرين اللي وصلته يقعد لي في السبيطار وبرشا مواضيع. حكيت معاها يا اخي ما قبلتش، قالت لي برا امشي اشكي. اي بون مشيت شكيت، انا اول حاجه عملتها مشيت تشكيت. كي شكيت تكافحنا والكل، ما شيء ما طيحتش من روحها، عمال ماشي وتستقوى، معناها اعمل اللي تحب تسمع، كان اعمل اللي تحب. وقفت انا ويا قدام كل جمهوريه زاده كيف كيف يا اخي، اذنت كل جمهوريه، قالت القضيه خليها مفتوحه وكل واحد ياخذ حقه. القضيه من وقتها من 2019 ليومنا هذا، وتحالت من محكمه لمحكمه اخرى. بون ما نعرفش علاش، ما شنو هو السبب من محكمه لمحكمه اخرى، هذيك نقطه استفهام ما نعرفش علاش. واليوم من هذا ما زالت منشوره في المحكمه. هل كان صغيراتك هما اللي متضررين من المعلمه هذه حسب كلامك انت، ولا فما عائلات اخرين؟ فما برشا، خاطر انا كي مشيت وقت شكيت وسمعوا برشا اولياء نلقاهم معايا ديجا، نلقاهم معايا في نفس الفرقه. وديجا هاو عندي ما يثبت، عندي عارضه جماعيه معايا برشا اولياء من اللي سمعوا جاءوا معايا الحق، معناها هاي عارضه جماعيه، هذه مندوب حمايه الطفوله في بالو، معناها كل شيء، الاخصائيه النفسيه اللي تابعه للدرجه الجهويه، قعدت عرفت بار ديتاي، معناها نتبع في كل شيء. معناها نفهم من كلامك اللي فما صغيرات اخرين حسب ما انت تقول كانوا متعرضين للعنف المادي والمعنوي من المعلمه هذيا، وانت حليت باب القضاء ومشيت انت اول واحده شكيت. انا كي مشيت شكيت جاوا معايا، شكاوا مش شهدوا، شكاوا. شكاوا شكاوا اي، وتكافحوا معاها، وفما اللي نقل ولادها، معناها فما وليا نقلت ولدها كريمة، ولادها زوز نقلتهم. خذيتش فيها الاداره اجراء؟ لا لا، بحكم عندها النفوذ، لا عندها النفوذ والكل يعرفوها، وانا مسؤولة على كل كلمة انا نقولها. هي ما يعرفها صغيرات في الموضوع؟ لا لا شيء. لا بالكش انتوما اولياء وتحاملتوا على المعلمة هذه؟ لا، فما تسخير مدام، فما تسخير، مانيش قاعدين نحكيو، فما تسخير، فما تسخير طبي، وفما كل شيء، مانيش معناها مجرد كلامها ولدي قال وها ولدي، لا لا، فما بالتسخير بأخصائية نفسية وقاعدين يعديو وكل شيء، مش كان أنا نحكي حتى على أولاد يعني تلامذة الأخرين. بما أنها زميلتكم وتخدموا في نفس المدرسة، كيفاش كان التعامل بينك وبينها بعد ما أنت رفعت بها قضية؟ أوه تبدل جملة، أنا ما كنتش قبل ما عنديش معاها، معناها خدمتي معينة نخدمها نروح هكاها، ومن نخدم معناها النص نهار الثاني للخمسة نخدم خدمتي ونروح. من بعد تعرضت للتهديد، بديت بديت بحكايات مع المدير، تعمر في المدير عليا وندرشني وندرشني. نائبة المدير من النيابة مع المديرة. بعد تعرضت للتهديد، هددتني كريمة في وسط الساحة. وكتب بها المدير باش ينقلها. اي كي وصلت معناها وقتها عمرت المدير عليا، كتب فجأة نلقى روحي الإدارة علمتني اللي أنت تم معناها المدير كتب بيك رابور يحب ينقلك خاطر ما عندكش مهام، واللي أنا وقتها عندي عامين وثلاث سنين نخدم غادي معناها ومهامي واضحة. أكها ورجعت وقتها نخدم. شو طبيعة التهديد؟ التهديد وقتها بالكلام، يعني قالت لي والله ما نخرجك بفضيحتك من هالمدرسة، ولا ما نشوه لك سمعتك كيف ما شوهت لي سمعتي، وعندي شكون اللي شاهد سمعتها، معناها هما برشا سمعوها، ما الوحيدة اللي فماش زادة وحدة أخرين قالوا لي نشهدوا فما حتى مشكلة، ما أنا وحدة برك قلت لها ما يسالش، شهدت معايا وبالحق قدامها، يعني ما خافت من حتى حد وما يكبر في عينها حتى حد.
زوجتك والمعلمة ذو ما تشاكين وكله طبعا الأبناء هما أبنائك وكل. أنت شنو كان موقفك من اللي صار؟ أنا ما كلمتهاش وما عنديش معها حتى كونتاكت، حتى عيطت لي قدام المدير وبيحب تكلمني، قلت لها من فضلك سيد المدير وزوجتي عندكم قضاء، عند القضاء عندكم قضية عند القضاء بشكاب ولدي، ثم قانون ناخذ نطبق بالقانون. لا سمعتها كلمة، لا قابلتها ولا حكيت معها جملة نهائيا. تودانكو عملت لي مكيدة، نخدم نهار السبت نهار لحد جاني الأمن قال لي راهو ثم شكون شكا بيك. مشيت معها قدمت روحي طلعت معها في الكهرباء، مسيفتي أنا ولد منطقة والناس كلها تعرفني وبابا كان مسؤول في المنطقة غادي. مشيت معها قدمت روحي قلت شنو نحكي، قال لي راهو تهمينك باغتصاب فتاة قاصر دون 13. هزوني من مركز الحرس إلى المركز العنف ضد الطفل والمرأة في حديقة. وصلت رئيسة المركز نتاع العنف ضد المرأة سيبتني خلتني في حال سارة حتى لي قمت بالبحث وخرجت ورجعت استشارت النيابة، قلت لها لازم نوقفوه حتى اللي يحضر تقرير طب شرعي. توقفت نهارين لين حضر تقرير طب شرعي، خرج تقرير طب شرعي ما في حد شيء وديجا موجود تقرير طب شرعي تو نحب نوريه تو نوريه موجود، يعني كل كلمة نقولها فيها وثيقة تثبت البراءة نتاعي. خرجت تقرير طب شرعي خرجت في حال صراح، قيت نبحث في مراحل القضية وأنا في حال صراح. كل التهمة نتاعك شنية؟ تهمة اغتصاب فتاة قاصر دون 13. تعرفها البنية؟ ما عمري ما ريتها وما عمري ما قابلتها وما عمري ما شفتها في حياتي. جابوها لي بالذمة للمدرسة ورسموها في المدرسة بعد شكاية متاع ولدي بقل من عام. وعندي ما يثبت لكون الطفلة جارة المعلمة ومتربية في دارة المعلمة وجيران باب في الباب في نهج واحد يسكنوا، وعندي 4 شهود يشهدوا ويثبتوا شيء هذايا لطفلة متربية عند المعلم. وأنا ما عنديش مشكلة مع أبوها، بالعكس بوها ولد حومة، خواتها أصحابي الحومة كل تثبت تعرف اللي هما ولد حومة، لكن هو كان يسكن كاري مقابل معلمة لمدة 15 سنة. تو دانكو جاء نقل دربوه بعد ما عمل لي المكيدة لي أنا نقل دربوه، ومراحل القضية الكل ما عملوش محامي ولا قاضي دخل في الطفولة من شأن الطفلة هذي يعني، وما علموش حتى صولت ولا عملوا محامي. مراحل القضية تو عندها 3.5 سنين، أنا نعاني في حاجة اللي عملتها يدي لساقي. أعطيني شوية من تفاصيل القضية نتاعك ومن الاغتصاب، طب بنية صغيرة باش تدعي بالباطل معناها؟ باه التاريخ اللي قالت فيه هي صارت فيه الواقعة اللي ادعات عليه في، قالت نهار 8 جيت للمدرسة مع 8 متاع الصباح أنا وأمي، بعد بدلت أقوالها قالت لي جيت العشية مع ماضي ساعتي. أعطيت لي أنا شهادة طبية وهو اللي هزني البلاصة هذه مكان اللي تحكي عليه هي التواليت. التواليت هذه قامت الحرس وقام المدير المدرسة والمعلم ما عرفتش بلاصتها وسألوها قالوا لها شني في وسطها مسكرة وهي فيها برويتة وفيها بالة وفيها يعني قربج وغبرة ماهيش تواليت يستعملوا فيها. قلت لهم ما نعرفش شني في وسطها شني اللي فيها، قلت لهم ما نعرفش وذي كل موجود في المحضر متاعي. قالت ما نعرفش، من بعد قالت جبت الشهادة الطبية نهار 8، طلعت ما جبتهاش لي أنا الشهادة الطبية جبتها للمعلمة نهار 10. والمعلمة جبتها نهار 8 قالت جبتها لي أنا نهار 8 وهي ما جبتها ليش لي أنا نهار 8، جبتها نهار 10 للمعلمة. والمعلمة خذيت من عندها شهادة طبية وكملت عدة الامتحان ووصلتها بكرهبتها لباب دارها، وهذا كل ما تشبدش في المحضر. شنو اللغز هذا انا ما فهمتوش. نسالك انا المكان اللي قالت فيه انه تم اغتصابها فيه بعيد مطرف في المدرسه وين؟ بجنب قسم معلمه مقابل قسم المعاينه، ويثبت هذايا معاينه وشهاده المعلمه اللي تقري فيه التاريخ الادعاء اللي قالت فيه هي. تقري من مدرسه على القسم. شهاده قالت انا موجوده ما ثم حد شيء وما صار حد شيء. قلت لي انت البنيه متغيبه عندها مده، متغيبه من دفتر المنادات موجود عند سيد التحقيق
وعند باحث البداية وعند السلطة القضائية اللي هي متغيبة من نهار 31 رجعت كان نهار 10 ونهار وتاريخ الحادثة وقتاش؟ نهار 8 تحكي عليه هي تاريخ الواقع اللي هو ما فماش منه جملة اللي هي مقرينها باش تحكي على اغتصاب تام ثم حيثيات أخرى ما نجمش نحكيها أنا في المسمع فهمتني توجد في الملف من كلام يعني ما نجمش واحد يحشم باش يقولوا هاي زوجتي بحذاه وكذا تبقينا لا أساس لها من الصح بل هي تهمة كيدية من معلمة هذه اللي هي تربطها علاقة كبيرة بالطفل لا في المكان لا في الزمان لا في التاريخ يشهدوا المعلمين اللي كونها شافوها هي زميلنا هذا يشهد يقول لي جات نهار صحيح موجود جات نهار 10 وعطات الشهادة الطبية للمعلمة وأنا موجود وزاد دخلت طفلة أخرى صغيرة في القضية شهد تقول لي هي قالت لي عليا أنا اللي أنا جيت ودخلت وكذا يمشي يشهد بوها معايا في عند أمها تمشي تشهد في الفرقة المختصة أنت عنف ضد الطفل تقول لا يا بنتي لا قالت لا فما حد شيء ما فماش منه جملة الحكاية هذه ما صارتش بل هي تهمة كيدي على خاطر تكلمت زوجتي على ولدي وهذا كل ما راح القضية كل ما جبتش لعمله محامي لعمل حد شيء قد ايه قعدت في الإيقاف؟ إيقاف قعدت 5 شهور و10 أيام في الإيقاف خرجت عملت اعتراض على الحكم الابتدائي وخرجت جلسة خذيت عدم سماع الدعوة في القضية متاعي في الاستئناف استئنفت النيابة توا مازالت القضية في مراحل التعقيب أنا الناشد اليوم السلطة المختصة بشيء هذا والناشد سيد الرئيس الدولة هو أستاذ قانون ورجل القانون ياخذ لي حقي من المكيدة ذي أنا راني مظلوم وبثلاثة صغار لا عملت يدي لساقي الظلم في بلادي تكلمت على ولدي نخار روحي مورط بقضية كيما ذي وزوجتي تخدم عندي وصغاري وصغاري يقراو عندي ما تجيش على قديش عزلوك على خدمتك بعد 4 شهور ظلم ظلم وانا في وانا بمراحل القضية كل في حال صراح هل يعقل القضية كيما هذيا باش يسيبوني من نهار الاولاني بعد نهارين يسيبوني في حال صراح خذوا لي حقي من الناس هذيا مانيش انا المجرم هو من المجرم اللي عملوا لي المكيده انا بحكي كما تبحثوا في البراء كما تبحثوا في حق الطفله المغرور بها هذه طفله مغرور بها طفله قاصر كما ولدي كما بنتي هذه زياده من حقهم باش تبحثوا في براءتي انا اللي انا ما عملتش ليدي لساقي طفله هذه مقرينها مراحل القضيه تثبت لكوني انا بريء انا ما عملت حتى شيء كما تثبتوا في حق الطفوله اثبتوا في حق انسان بريء بصغار تكلم على حقه وعلى حق ولد منطقته ولد الشيعه نتاعو بالاثباتات عندي كل حاجه خذيتها بالاثباتات على الظلم في بلاد القانون انا رئيس دوله يخاف ربي وعارف القانون حل محضر بحث في الناس هذوما انا كان متاكد كانت حل محضر بحث في الناس هذوما وطلع ويعرفوا القانون كيفاش ياخذوا مجراه يصلوا للحقيقه أنا الناس سلطة المعنية وسيد الرئيس ينظر في ملفي إنسان مظلوم باش يمشي ظلم وأنا تو مظلوم يعني ظلم 100% لا عملت يدي لساقي لا في المكان ولا في الزمان ولا في التاريخ ولا في حد شيء عائلة كاملة باش تدمر حرام مش عندكم كاميرا؟ عندنا كاميرا سيرفيونس هذه النقطة المهمة مدير المؤسسة يقول مرة في أول ما توقفت جاء للبحث طلبته بالتليفون قلت له ايش يا أخوي مو عندنا كاميرا قال لي ليه راي تسجل جمعة ومن بعد تعمل جمعة وفي التحقيق بحث قال لي راي بعد بجمعتين ليه تسجل جمعتين هل يعقل هذا مدير مؤسسة تربوية كي تجيب إنسان باش يركب كاميرات سيرفيونس باش يعطيه المعاينة ويعطيه الفاتورة ويعطيه أكثر حاجة هي تريزومبورتون هي المهمة هي تاريخ الكاميرا المراقبة في فاتورة ويرسل به المندوبية هكا ولا ليه هذا كله مسارش طمست حقيقتي كي جيت أنا كلمته على معاينة العد المنفذ رفض وطلب الإدارة وجاب عاملة أنا تو ذكرت جاب عاملة تخدم وقتي غادي قال له برا امشي نظف التواليت ويشهد للزميلي
زميلي يخدم معايا يشهد بالشيء هذايا اللي هي واللي هو يوم غدوة أبعث العاملة باش يطمس الحقيقة ونظف التواليت من القربي ورزمو ربك سبحانه جاء الحرس عمل معاينة موجود الملف والتصاور والمعاينة ونحن صورناها يعني المكان ورزمو يعني كانوا باش يضيعوا لي حقي بعث عاملة باش تنظف التواليت حرام نحاو منها كالقرب انا ابو عائله ابو صغار باش يضروني علاش قد عندك موقف على الخدمه تو عندي تو 3 سنين من 20 ديسمبر 2020 الى معزول يعني معزول معزول ظلم ومشيت لسيد الوزير عملت مطلب التماس مطلب مظلمه وقلت له يا سيد الوزير انا راني مظلوم هزيت له البراءه نتاعي في الاستئناف قال لي جيب الورقه النهائيه واجا مرحبا بك خذ حقك أنا اللي ثبتت نتاعك أنت بريء، جيب لنا الورقة النهائية وارجع يخدم وخذ حقك، يرحم والدي بالقانون. التو أنا الناشد في سيد الرئيس ياخذ لي حقي من الناس هذوما. هذاك الحكم نتاع المحكمة يقضي بعدم سماع الدعوة، لهنا عندنا التقرير نتاع الطب الشرعي، بيان سور فيه برشا تفاصيل، وفي الأخير نلقاو بحث الإمضاء يقول لك السلامة التشريحية لغشاء البكرة. وتقرير الطب الشرعي زاد تنحى. وتنحى تقرير الطب الشرعي ورجعناه ورجع مين تنحى؟ تنحى من الملف قبل ما يدخل القاضي. كيفاش عرفت اللي هو تنحى؟ محامي من بعد رجعه. لا انت كيفاش عرفت؟ عرفت انا فما شكون وقت اللي انا حكيت معاه معناه على حق راجلي والكل وقلت له راهو هكا وهكا وهكا قال لي انا حاجتي كان مش يحب يتاكد باش يقرا تقرير الطب الشرعي كي حل الملف ما لقى حتى شيء قال لي اخي تكذب عليا معناه ما فهم وينو تقرير الطب الشرعي راهو الملف ما فماش فيه تقرير طب شرعي باش نقراه. تصدمت انا كلمت المحامي حكيت له مشى المحامي وشاف ما لقاش يا اخي رجعنا جاب ربي احنا عندنا لي كوبي والكل ورجع جلست في الاستئناف رجعوا المحامي التقرير الطب الشرعي في الجلسه الاستئنافيه خديت عدم سماع الدعوة يظهر لي سيد القاضي والمستشارين اللي معاه وسيد القضاء اللي معاه يظهر لي بتوا في ملفي اكيد انسان عنده سمعه قاضي راه مش لعب راه باش يعطيك عدم سماع الدعوه في قضيه جنائيه في قضيه اخلاقيه ونحييه انا سيد القاضي ذي اللي خدم الحق وخدم بالقانون وطبق القانون خاطر انا بالحق راني بريء باين التهمه نتاعي تهمه كيديه من هالولاد الاخر ما انصفنيش ما عطانيش حقي علاش اعطيني حاجه تضبط في ملف جديده ما ثم حد شيء في ملف جديده بل هو خالي من التهم التهمة الوحيدة اللي هي المعلمة ونتحمل مسؤوليتي في كل كلمة اللي هي عملت المكيدة هذية وغروا بطفلة قاصر في جريمة منظمة كما هذي لعبوا على الكاميرا لعبوا على الوقت قروها في التاريخ قروها في الأجيال هذا الكل ما عنديش يظن لي سيد التحقيق اللي خلاني في حال صراح من أول نهار وقد يبحث فيا وشوف سيد التحقيق النزاهة متاعه ما حبش يزيد يخلي التقرير عنده باش ما يقولوش التحقيق محايد زاد بعث الملف نتاعي لفرقة أخرى مختصة زادت معنت في ملف عيطوا للشهود الكل والأدلة الكل واللي قالوا في كي كلمة قالت ضدي ثبتوها وسألوا عليها وتحراوا بعد سيد التحقيق ومن بعد رجع الملف هذاك من الفرقة هذيك لسيد التحقيق باش عملت ختم ملف وأنا ختم بحث وانا في حال صار والكل سمعوهم وبعدين الا انا فمش اللي هي انا المسؤوله نهار ذاك على المدرسه من الوقت ذاك للاخر وقت معناه من مدي ساعه للخمسه انا مسؤوله اللي نورمالمون يسمعوني انا اول واحده ما فماش نتصور مستحيل فما امراه باش توصل تساند راجلها في, في في تهمه كيف من هذه مستحيل راه حتى امراه مهما تكون الصفه نتاعها باش توصل تساند راجلها في قضيه كيف من هذه جستمو ماذا في الاطار هذا انت زوجك عنده تهمه نتاع اغتصاب قاصر شنو اللي يخليك قاعده معاه معني اكيد اللي هو مظلوم هذا اللي خليني انا واقف مش قاعده معاه هذه قضيتي انا قبل ما تكون قضيته هو قضيتي انا قضيت شرفي وعرضي وحقي وحق اولادي قبل ما تكون قضيته هو خاطر ديما ندور ونقول انا السبب كان سمعت كلام برشا عباد كي قالوا لي سايب عليك منها لا تحطك في مخها وتحطمك انا ليت قلت لي ما عندها ما تعمل انا تبعت القضاء خليتها كي كما قالت لي برا ايش كي مشيت شكيت يا ليتني بعد كي رجع في مخي قلت يا ليتني سمعت كلام العباد وسكت وتحملتها انا في عظامي وسكت اما انا مشيت شكيت هذه يمكن ساعات نقول هو اللي فيه هو توا أنا السبب
ندور نقول من جرتي انا، وما فماش راهي مرأة توصل تسكت على حاجة كيف من هذه في تهمة خايبة شنيعة، تهمة خايبة برشا راهي تمسني انا قبل ما تمسه هو، وهم يعرفوا في الحومة وفي المدرسة وكلهم يعرفوا علاقتي انا بزوجي شنية، احنا صحاب ماناش مرأة ورجلها، لا هو عنده صحاب ولا انا عندي صحاب، معناه الكل يعرفوا اللي احنا نمشي مع بعضنا نروحوا مع بعضنا، نمشوا نخدموا نروحوا مع بعضنا، لهين بصغيراتنا عرفتك اللي واحد عامل هكا على عيلته هكاكا، لا عنا صحاب ولا حباب ولا ندوروا بحد ولا عنا كونتاكت بحتى حد، صاحبي مش راجلي من الاخر صاحبي، معناه تصور انت باش توصل فما مرأة توصل تسكت، بالعكس انا كان جيت عندي ربوع شك في موضوع كيف من هذا انا نجري على حق الطفله، انا اللي نحطمه، انا اللي نبعث ورا الشمس، مش نوصل انا نبيع ذهبي نبيع داري نبيع الموبل متاعي بيت نومي صالتي دنيتي الكل بعتها، انا فروشات ولادي بعتهم، شنو تتصور انت في بالك، حوايجي فوق ظهري بعتهم علي هو باش نظهر له حق، ومانيش باش نسلم وباش نقعد نجري، وكل نقطه نجم نوصل لها اللي باش نجم نظهر له فيها حقه باش نوصل نعملها، شنو تتصور انت في بالك باش نوصل نعمل اي حاجه تنجم توصلني باش نظهر له حقه راني باش نعمل. نقطة مهمة باللي حبيت نقول لك عليها، بو الطفلة عيط له في الجامع وقلت له إيجا وكتاب ربي قدام الناس، أدخل أنا نحلف وأنتي أحلف، شوفوا شكون اللي عامل، أنا كان عامل تو نهرب، كان مش عامل تو نحلف، إيجا نحلف لك أنا مستعد خويا قدام الناس الكل، كتاب ربي في بيت ربي شكون اللي نجم يعملها الحكاية هذي، هرب وخلاني ما حبش يتكلم في بيت ربي. حتى نحوصلوا للناس اللي تتفرج فينا، دونك انت ولدك شكالك من المعلمه وكنتوا تسمعوا انه الحكايه هذه قاعده تصير مع برشا صغيرات اخرى، قمت وانت تشجعت مشيت شكيت بالمعلمه هذه، توجهت للقضاء بعد هي هددتك طبعا حسب كلامك انت، وزوجك ما عنده حتى علاقه بالموضوع، ومن بعد هي معناها وجهت تهمه كيديه لزوجك واللي هي اغتصاب فتاة قاصر أقل من 13 سنة، واللي بعدها تعزل على خدمته على خاطرها، رغم أنه التقرير نتاع الطب الشرعي يثبت أنه ما فما حتى شيء، رغم الحكم الاستئناف اللي يقول حكم بعدم سماع الدعوة، والحال مازال على ما هو بل تفاقمت الوضعية ولا؟ أي أنا اليوم عندي الإثباتات الكافية اللي هي لبراءتي، مانيش أنا نقول سيد القضاة والمحكمة هي اللي قالت، شنية اللي غير القضية؟ يعاود يرجع نفس الحكم، يعاود يتبدل عدد القضية، نعاود يحبوا يتمسوا لي حقيقتي، يحبوا يتمسوا الحقيقة، وأنا البريء وهما المذنبين، مانيش أنا محامي مش عاملين، هما مراحل القضية ما عملوش محامي، أنا عملنا له مكيدة، خلي يجري وحده، ثم طفلة صغيرة قاصر انا ولدي يضرب واحد نبيع عليه داري نبيع كلوتي نبيع بدني باش نظهر حق ولدي، حق ولدي المضر كيفاش ما نعملوش محامي ونمشي ونجي وليومنا هذا انا تو من 2020 يوم عملوا لي مكيده ونعرف شكون اللي عمل لي، ومتاكد للطفله وام الطفله هما وبوها هما اللي ما نعرفش ماخذين الرشوه ما نعرفش شنيا، فما حاجه لغز مانيش فاهمه القانوني فيطلعوا هذا اللغز نحب يطلعوا القانون انا ما فهمتوش، يعني يتبعوا الخيط ويطلعوا خذوا لي حقي خويا ماني طالب حتى شيء، لا في المكان ولا في الزمان ولا في التاريخ ولا في التقرير الطب الشرعي، انا قلت لك مشيت على مراحل تحقيق وبحث بداية وفرقه اخرى مختصه ومحكمه يا اخويا ما فهمتش، يعني نحن في دوله قانون ولا دوله قانون نورمالمون هكا ولا لا؟ الناشط خويا سيد الرئيس ووزيرة العدل، يا سيد وزيرة العدل ربي حطك في المكان هذاك باش تعدل ما بين الناس، وانت يا سيد الرئيس انت صوت الزوالي صوت الشعب، وانت قلت في برشا خطاب قلت راني انا منحبش الفساد داخل المؤسسات، انا اليوم جيت نعلم فيك على فساد داخل المؤسسة بالوثائق بالأدلة بالبراهين بالشكايات، ما راحت قضية ولدي من 2018 بداية السنة الدراسية 2018-2019 اليوم نحن في 2024 ما خذيتش حق ولدي ومشيت من محكمة لمحكمة كور، ما فهمتش أنا يا سيد الرئيس وين العدل وين القانون، ناشدك ارحم والديك
ويرحم والديك يا سيد وزيرة العدل، ثبت في ملفي راني بو عائلة ضروني ما عملت لي يدي لسقي، ويرحم والديكم وربي ينصر الحق. في وزارة العدل صبيت مطلب ديجا وحطيت فيه دوسي متاع راجلي وحطيت فيه كل شيء، ملف كامل، وعملت معاه مطلب مقابلة السيدة الوزيرة. فماش ما تسمعني أموا معناها، فماش ما ظهر له حقه كهو. شو تحس على هذا الكل؟ هنا نحس في أنا مانيش عايش في بلادي، يعني أنا نحس في روحي في بلادي متغرب، مظلوم إنسان، مظلوم بو صغار، مظلوم نعيش في بلادي مظلوم، وأنا ما عملت شيء. كنا نعيش ونوع، تبدلت يعني إنسان، تبدلت مظلوم. أخرى جملة من نهار تكلمت على حقي ولا حق صغاري، ولاد منطقتي ولاد جهتي، يرحم والديهم زيادة، وقفوا معايا ماديا ومعنويا، نهج نهج يلموا في الفلوس ويهزوا البابا وامي، وانا في حالة ايقاف ظلم، ويعرفوا الشيء هذا، يرحم والديهم اهل جهتي والناس اللي تحبني والناس اللي نحبها، ويعرفوني نقف مع الناس وعمري ما ضريت حد في منطقتي، والناس كلها تعرف الشيء هذا. المدرسه معنا وقفوا معنا ماديا ومعنويا، امنيين ولادهم يقراوا عندي، ضباط نستقرا عندي وموجودين، ويعرفوا شيء هذا، واليومين هذا يعرفوا اللي هي مكيده اللي راه يقول له ما تسكتش في اي بلاصه في اي مكان، نوصل صوتي نحلف على كتاب ربي فين يحبوا هما، انا موجود راني بريء، انا مانيش انا المذنب، وانا اللي عامل هما عملوا لي المكيده، استغلوا فتاه قاصر في جريمه منظمه. فما ناس توصل تعمل هكا من اجل انها تحطم عائلات؟ انا متاكد لي فما ناس، خطر انا صار علي الشيء. كيف عداو عليك 3 سنين هذوما؟ 100 حي بالحق، انسان 100 حي مظلوم في بلادي، والقانون ما خذليش حقي، والعداله ما عطتنيش حقي، بعض العداله عطتني حقي باش ما ننكروش هذايا يرحم والديهم، اما ما عطاونيش حقي للاخر، فهمتني؟ انا خويا خذوا لي حقي لا اكثر لا اقل، انسان مظلوم بثلاثه صغار، راني نحكي بحرقه، انسان مظلوم، ومجني انا نقول مظلوم، وراقي واثباتاتي وشهودي والناس والادله والبراهين والشهايد الطبيه والمكان والزمان والتاريخ، ناس تمسوا لي حقيقتي، مؤسس مدير عنده يد في الحكايه، لعب لي على كاميرا سيرفونس اللي هي تثبت لي براءتي، ثوتوا لي الاجيال، فما طفله صغيره تعرض لاغتصاب يمشي يشكو بعد بجمعتين، بعد جمعتين مشاو شكاو، علاش بعد جمعتين؟ على خاطر كملت الشفوي والكتابي، تقول نهار 8 وهما شكاو نهار 18 ولا 19، خاطر انا محضر الاحتفاظ نتاعي نهار 20. حتى تجي تعدي في الامتحانات، تعدي في الامتحانات الشفوي والكتابي، بنيه مغتصبه وتعدي في الامتحانات. اي وامها ما لاحظت عليها حتى شيء، قالت ما لاحظت عليها شيء، ما كي روحت لي بنتي راحت حوايجها مخرومه وصوتها مبحاح تلموك تعيط، قالت من كثرة ما هي تعيط وتصيح صوتها بحاح. يا أخي أمها سألتها قالت لها شبي صوتك مبحاح، قالت لها خاطر كنت نلعب سبار من المسيح والعيات في الساحة، وقالت لها شبي حوايجك مخرومة، قالت لها راني من سبار. معناها نتصور بنية بنت 10 سنين تنجم تلقى إجابات كيف من هذه باش نجم تكذب، مستحيل، خاطر أنا البنية تقرأ مع أولادي يعني نفس العمر. عملت لنا مكيدة، نحن شكينا على العنف ضد الطفل على ولدي، يعني المجرى القضية تغير بشكل تام من اللي كنتوا شاكين في حق ولدكم، أصبحنا نحن متهمين بقضية اغتصاب فتاة قصر اللي هي ما ثمش منها. كي تدخل في الحومة تحشم نظرة الناس ليك كيفاش؟ لا مستحيل مستحيل، الناس أمنا يرحم والدين والديهم، يعرفوني أنا بريء اليومين هذايا، الناس كلها تحبني، قلت وقفوا معايا ماديا ومعنويا، يرحم والدين الناس الكل مأمنين براءتي، ويعرفوا المعلمة هذية سلطت العنف على صغار ولاد على ولادهم، ويعرفوها هي تعمل هك. وأنا اليوم من هذا نخدم في نفس، وأنا راني ما نقلتش ومانيش باش نقر، ومن هارتي توقفت النهارين، راني خرجت راسي مرفوع ورجعت المدرسة ما ثم حتى شيء، لا واحد سمعني كلمة، لا واحد قال فيا كلمة، صحيح نهارين الأولانيين الناس ما تفهم شيء، من حق اي انسان باش يسمع فلان عمل القضيه وكذا، البريء المتهم بريء حتى تثبت ايدياته،
نهارين وخرجت على روحي ما ثم شيء من التهمه اللي تهموني منها. من نهارتها ما ثم شيء ليومنا هذا.